وسلمت على النبي محمد فقبولها حتما بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها أخطأتها
نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام بقية الله الأعظم الحجة بن الحسن المهدي أرواحنا له الفداء، وإلى علمائنا الأعلام، وإليكم أيها الحضور الكريم بذكرى ولادات أئمتنا وساداتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وندعو الله بحق هذه المناسبات العظيمة والليالي المباركة أن يمن علينا بنصره على من ظلمنا، وأن يعجل في فرج إمامنا، وأن يقضي حوائجنا وحوائجكم للدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الغريبة والتي تتفشى في أوساط شبابنا المسلم وشاباتنا المؤمنات العفيفات، وهي ظاهرة خلو الإيمان الفعلي من قلب المرء. الإيمان على قسمين: إيمان عملي وإيمان فعلي. وسوف يكون كلامنا في هذه الليلة عن الإيمان الفعلي، وهو الذي حتى تتقرب الصورة إلى المستمع أو إلى أذهانكم، المبادرة لعمل الإيمان الفعلي. وضحت الصورة؟ أنا أعزم على أمر لكن أبادر لي غير لما أنا أركن في مكاني. والله أنا اليوم ما راح أسمع أغاني. إيمان هذا شنو؟ لازم أحتاج إلى مبادرة، إلى عزم، إلى إرادة، إلى إيمان راسخ، قوة إيمان، حتى يقلع هذا الإنسان عما حرم الله جل وعلا. والسبب في ذلك يرجع إلى ابتعاد العبد عن الله جل وعلا وعن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المؤمن الإنسان يوم اللي يحاول أو يعزم على ابتعاد عن معصية، الإقلاع عن دم، ويشوف نفسه إنسان ضعيف، يشوف نفسه إنسان ما يقدر إلا أن يأتي لهذه المعصية، إلا أن يأتي لهذا الدم. السبب هو ابتعاده عن الله سبحانه وتعالى، ابتعاده عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والعامل الأول أو السبب الأول لابتعادنا عن الله جل وعلا وعن أهل البيت، ترى أنا واحد منكم وغيري وزيد وعمر من الناس، وكلنا مبتلون أن نقع في معاصي الله جل وعلا، أن نقع في ذنوب الله سبحانه وتعالى. لكن من منا الذي يقلع عن هذا الأمر؟ من منا المبادر على الابتعاد عن المعصية؟ القريب من الناس، القريب من الناس اللي يحتاجون دافع أو رادع إيماني يبعدهم عن هذه المعاصي، يبعدهم عن هذه الذنوب. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول في الفقرة الثانية في دعاء كمين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصا. العصا في اللغة تعني الستر. ارجع الكلمة إلى أصلها أو إلى معناها الصحيح، سترى أنها تعني ستر الإنسان. يعني عيد صياغة الدعاء من جديد: اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الستر. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الستر، اي التي تفضح هذا الانسان امام الاشخاص. تجي تسالني تقول لي انا قد اذنب ذنب، وهذا الذنب كثيرا يهتك ستري. اي بلى، احنا وللاسف
لما يأتي المرء ويعصي الله سبحانه وتعالى أو يذنب ذنبا، ما يدرك حجم الذنب، ما يدرك حجم المعصية. تقول الرواية: من الذنوب التي تهتك ستر الإنسان لعب القمار وشرب الخمر. شفت هالذنبين؟ هالذنبين كفيلين أن يهتكا ستر الإنسان. شوف ما أقول لك، إحنا قال الدعاء، دعاء قمي، دعاء ندب، دعاء التوسل، وهي أشهر الدعاء، نقرأ. لكن تعال شوف قراءتنا شلون، لقلقت لساني. وإلا أي إنسان عاقل يجي يمر على هالفترة: اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته. ومن القائل؟ قال أمير المؤمنين. من الإنسان عاقل يمر على هالفترة ويتجاهلها؟ لو كنا نقرأ بتمعن أو تدبر لما عصينا الله سبحانه وتعالى. الرواية تقول: من الذنوب التي تهتك ستر الإنسان لعب القمار وشرب الخمر. فالذنبين دين شو يسوون في الإنسان؟ إذا أودنا الكبار في المادة أقال الله في أعمارهم يتذكرون. قبل 50-60 سنة حالة المقامرة موجودة عندنا في مجتمعنا، صح لو لا؟ طبعا إلى اليوم، لكن بشكل أقل من السابق. يعني سابقا تدخل مجالسنا، تدخل بسطاتنا، تدخل ديوانياتنا، شوف قاعدين أبداً. قلة الوعي، رادع ديني ما ميش، قرب إلى الله ما ميش، قرب لمحمد وآل محمد. الله صل على محمد وآل محمد. أيضاً ما حتى القرب لأهل البيت، لما نحيي مراسم ذكرى ولاداتهم الشريفة وذكرى شهاداتهم، أبداً ما نأخذ منهم، ما ننتهي من علومهم، من حلمهم، من فهمهم، من صبرهم. موجود بفضل وعي الناس، جهود العلماء تلاشت الظاهرة، فأصبحت شبه معدومة. اليوم قاعدة ترجع هاي الظاهرة، هاي الحالة، وبشكل أقوى من السابق. اليوم لما نجي توقف بعض الشباب الموقف يقول: يا فلان اترك عندك الآن آلات له محرمة، يجي حاجة والله هذا الدين ضيق علينا، وهذا الدين حبسنا، وما نقدر حتى نلعب، ما نقدر حتى نرفع عن أنفسنا، ما نقدر حتى نترزق الله نور هذا العالم. شلون جايين يحرفون الدين، يغزون الدين بأفكار وغز ثقافي ولا ثقافي، أفكار وغز من هنا وهنا، ويريد أن يحرف الكلمة عن الله. زين بعد يقول أمير المؤمنين: اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل أني قبل، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير أني. صحيح لولا شرف العلم والعلماء صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الذنوب التي تنزل أني قد، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير أني عاد. شوف الغرض من وراء كلام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عنه. أنا جئت الاستنتاج العام أو المفهوم العام، أي أن الإنسان قد يذنب ذنبا وهذا الذنب كفيل أن ينزل نقم الله عليه. واضح الآن؟ قد يذنب ذنب هذا الإنسان وهذا الذنب كفيل أن يغير نعم الله عنه. تقول الرواية: من الذنوب التي تنزل نقم الله والذنوب التي تغير نعم الله الزنا والقتل. ذنب الزنا والقتل، شوف هالذنبين ايش يسوون؟ سامعين عن قوم لوط؟ قوم لوط اللي القرآن الكريم يذكرهم ويقول: يأتون الرجال شهوة من دون النساء. يعني شنو؟ يعني يأتي الرجل إلى الجنس المماثل إليه،
يعني يأتي الرجل إلى الرجل، فأنزل الله نقمته عليهم. اليوم وينهم قوم لوط؟ وين راحوا؟ أبادهم الله جل وعلا. وبالمناسبة لأن الوجوه وجوه أقوى وكبار، قال الله في أعمارهم اليوم ظاهرة اللواط قاعدة تتفشى عندنا ترى في أوساط شباب. على فكرة ناخذ في بالنا احنا كآباء، ظاهرة اللواط قاعدة تتفشى من شبابنا. إذا البعض غافل ترى لا، غيرك واعي لهالحالة. وإذا في موجود شباب يشوف في المدارس، في الشوارع، في الجامعات، هذه الحالة شلون؟ وكل يوم من القضايا، كل يوم من القضايا التي تمسك في المدارس في الجامعات بين الشباب. تعال انت كأب، انا مو فقط اجي اودي ولدي مدرسة او ادخل جامعة واعطي احسن لباس واعطي سيارة واعطي فلوس بيده، لا تعال ربا. عرفت ليش ما في رادع ديني؟ عرفت ليش ما في قرب من الله جل وعلا واهل البيت؟ وإلا لو كان هنالك قرب أو رادع ديني كان شوف هذا الإنسان أبدا ما يقترف المعاصي، ما يقترف الذنوب. ليش؟ في رادع ديني، في خوف من الله جل وعلا. لكن اليوم إحنا كآباء صار عندنا هم، وش الهم هذا؟ والله أنا أدرس ولدي في أحسن مدرسة، والله أنا أدخل ولدي أحسن جامعة، والله أنا ما قصر على أولادي في لباس، في أموال، في سيارة عنده، ما قصر عليه. لكن تربية دينية أخلاقية هذا يقول كثير من الآباء يشتكون، والله هذا الولد ما يحترمني، سويت له وعطيته وما قصرت له، اليوم يرفع إيده علي. لازم يرفع إيده عليك، لأن أنت اهتميت بالأمور المادية أو الأمور الثانوية وتركت ما هو أهم، تركت الأهم والأعظم وهو تربية النفس، تهذيب النفس على ولاية أهل البيت سلام الله تعالى. زين، امر اخر واخير، وهو اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس. اي ذنوب؟ اللي تحبس وين؟ الذنوب التي تحبس الدعاء. شوف خليك مخمخه في دماغك، يحبس دعائي عن الناس، يحول بيني وبين استجابة الدعاء. لهذا الكثير منا يأتي ويدعو الله جل وعلا ويشوف الله ما يستجيب إليه، إلى وجه ما يستجيب إليه. راجع نفسه، إنسان صالح مؤمن بار تقي ورع، ليش الله ما يستجيب إليه دعاء؟ لولا الذنوب التي احتضرها على تقول الرواية من الذنوب التي تحبس دعاء الإنسان عقوق الوالدين على الإنسان العاقل. هل تعرف الله جل وعلا شلون عظمه في القرآن؟ قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا. شوف أثر واحد من آثار عقوق الوالدين، سلب البركة من رزق الإنسان، ما في بركة في أمواله. هذا العاقل بعد زيده، بل يسلب الله منه التوفيق في عمل، في دراسة، في أولاد، في زوجة. هذا العاقل والده. والنبي صلى الله عليه وآله دخل على أحد المحتضرين، قال له يا فلان قل لا إله إلا الله، فانقبض لسان عن الكلام، عال قل لا إله إلا الله أبدا ما في فائدة. التفت النبي لمن حضر المجلس قائلا أول هذا الشاب أم؟ قالوا بلى. وين أمه؟ التفت إلى أم الشاب، يقول لها هل أنت راضية عنه؟ قالت لا يا رسول الله. قال والآن ترضين عنه؟ ترى هذا في الدنيا يتعدد قبل الآخرة، إليه جزاء في الدنيا قبل الآخرة. أي من الذنوب التي تحول بين استجابة دعاء الإنسان. بعد أكل الحرام، أكل الحرام هذا إحنا نلتفت إليه، سواء الأكل المادي أي الأموال، يأكل حرام
من خلال الربا، سرقة أو الآخرين. هذا اللي يغذي نفسه، اللي يبني نفسه، اللي يبني لحمه، أولاده، زوجة، عياله على ما حرم الله جل وعلا. والحين بعد شان رفعه باللحم شان المجتمع على أدمه، مصيبة مصيبة وشعبهم. هذا أمر تشوف أثر واحد، أثر من آثار أكل الحرام، تلوث نطفة الرجل. الحرام شو يسوي؟ يلوث نطفة الرجل. احنا ندرون عشان لو وقفنا من اي محل اكلنا هذا بين قوسين، عشان وقفنا من اي محل اكلنا من عند اي ايد اكلنا يلا، والاخرة تشوف شو اليها اثر. طبعا تلوث نطفة الرجل. امر اخر واخير وهو الغفلة عن الله سبحانه الإعراض عن أوامر ونواهي الله جل وعلا. إن كان الرواية العلامة المجلسي صاحب البحار يقول يوم من الأيام كان النبي ساجدا فصعد الحسن أو الحسين على رقبة النبي فما رفع النبي رأسه من السجود إلا بعد أن نزل الإمام على الأرض. الله جل وعلا يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثبتنا الله إياكم على أولادهم ومحبتهم والبراءة من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام. بالإمام فوضعت به طاعة
العصر والسماء سلاح عجب برجاء إلا البياض بيض الله الموصولة أخوتي ها جاوبني ها حسين الرحمة الموصولة حسين الرحمة الموصولة حسين الرحمة الموصولة حسين الرحمة الموصولة عند في الجنة السيادة Yeah.
لحن قبل الفجر صداح. شمينا طيب جنان وطيب المصباح وبنوره يدفوك وبنوره تهدينا يا رب وبنوره تهدينا يا رب بنوره تهدينا يا رب بنوره تهدينا والشيعة ملتزمين بالمصطفى وعترته للحشر متمسكين أتباع طه وعلي والآل متسجنين ما نخشى نار القيامة والنجاة أكبر سفينة نجاة حسين يا سامعين مكتوب من نور فوق العرش مكتوب من نور فوق العرش مو مدعي يا جاهل الشان تقدر تسأل الشافعي أدعوك صادق تعال بحب صادق معي ويانا هذه حق اللي يعوز يتلفونه ويانا لا تغرب اركب ويانا لا تغرب اركب ويانا لا تغرب اركب ويانا لا تغرب اركب ويانا أفضل الصلاة والسلام عليك Yeah.